شنو هي الموديفاينج تولز؟ في هاي الفيديو راح نتعرف على الموديفاي بانل اللي هي هذا البانل واللي دائما تظهر لنا لما نشتغل على او نفتح اي واحده من التولز الموجوده. فاذا فتحت الرول راح يطلع لي الموديفاي بانل حق الرول، اذا فتحت الدور راح يطلع لي الموديفاي بانل حق الدور. فدائما تكون في عندي اشياء مشتركه، هذه الامور تكون كلها مشتركه، ويكون عندي modifying tools زيادة مختصة بالoption اللي أنا فتحته اللي هو في هاي الكيس الدور. فخلنا نتعرف على modifying tools واحد واحد. أول شغلة راح أستخدم مثلاً أو راح أرسم wall وأخليه هنا عشان نطبق عليه ونبدي نشتغل على modify. فأول شيء عندي اللي هو move. move اختصاره MV، فمجرد ما أكتب MV على الكيبورد اختار الاوبجكت وانتر، اقدر احدد اسوي كليك على النقطه اللي ابي احرك منها الاوبجكت، وبعدين احدد ايش كثر ابي احركها. مثلا بكتب طبعا ممكن ان انا احرك الاوبجكت عن طريق اني اسحبه واحطه في اي مكان ابي، لكن دائما استخدام الموف يكون ادق في اني انقل الاوبجكت من منطقه الى منطقه ثانيه. الاوبشن الثاني اللي هو الكوبي، وكوبي اختصارها CO CO. إذا ما مختار الأوبجكت بختاره وانتر، بس أنا في هذه الحالة مختار الأوبجكت، فدايما دايركتلي صار لي كوبي على الأوبجكت نفسه. أحدد المنطقة اللي بسوي منها الكوبي، وبعدين كليك بالمسافة اللي أبيها. بالنسبة للكوبي في عندي أوبشن مالتيبل، إذا كان مفتوح نفس اللي موجود عندي حاليا فأقدر أسوي أكثر من نسخة، لكن إذا كان هذا الأوبشن مسكر فأقدر أسوي نسخة واحدة بس وبعدها يتسكر الكوماند واحتاج ارجع افتح مره ثانيه اذا بسوي اي نسخه ثانيه. في عندي اوبشن الكونسترين. الكونسترين معناته اذا هو مفتوح نفس الموجود عندي حاليا راح يصير عندي او يتحرك الكوبي بنفس الاتجاه، سواء كان فيرتيكالي او هوريزونتالي، لكن ما اقدر احركه بزاويه ثانيه. اذا شلت الكونسترين لا اقدر احطه في اي مكان، ما يتحرك بس في 90 درجه. ثالث شغلة عندي اللي هي الكوبي تو سيلكتد ليفلز. الكوبي اللي استخدمناه هو الكوبي من الموديفاير. في عندي الكوبي تو كليب بورد. كوبي تو كليب بورد معناته شنو؟ مثلا اروح حق 3D، لما اختار اي اوبجكت واسوي له كوبي تو كليب بورد بيصير ان في نسخة محتفظ فيها في ذاكرة البرنامج. عشان اضيفها هني في اي مكان في عندي خيار بيست وبعدين اخليها، مثلا راح اخليها هنا، او عندي تحت البيست خيارات ثانيه منها اللي هو البيست فروم كليب بورد اللي استخدمناه. وفي عندي اوبشن وايد مهم اللي هو الاين تو سيلكتد ليفل. فلما اختار الاين تو سيلكتد ليفل اقدر احدد المكان او الليفل اللي انا ابي اخلي فيه الوول. فلما اسوي كليك على اوكي راح تصير في الليفل الثاني. قبل لا اضيف الوول حق اي ليفل، طبعا صار عندي ايرور لانه صار في عندي وولز على بعض، راح احدد كل الوولز وأحغير التوب كونسترينت هنا عشان يكون ده إلى ليفل 2. فحاليا الون بدي من ليفل 1 إلى ليفل 2، راح أختارها كوبي تو كليب بورد وبعدين بيست ألاين تو سيلكتد ليفل وأختار ليفل 2، فأعطاني نسخة من الون في ليفل 2. وبهاي الطريقة أقدر أنسخ طابق كامل، مو شرط يكون بس وول، ممكن إني أسوي كوبي حق كل الوولز، الدورز، الويندوز، الفلورز، كل هالأمور أسويهم كلهم سيلكت مرة واحدة كوبي وبعدين paste to selected level. الأوبشن الثالث في الموديفاينج بانل هني اللي هو الروتيت. الروتيت اختصاره RO. فإذا رحت مثلا رجعت حق البلان أقدر أختار هذه الوول RO وبعدين أغير البيس بوينت مالتي. هل أنا أبدأ أسوي روتيشن من النص؟ أو أبي أسوي روتيشن من الطرف الثاني أو من أي نقطة ثانية. خلنا نفرض أن أنا بسوي روتيشن من هذه النقطة، بعدها راح أحدد الزاوية الأصلية للأوبجكت وراح أسوي كليك هنا، وبعدها راح أسوي روتيت أو كليك في الزاوية اللي أبي أخلي فيها الأوبجكت. هاي الطريقة. لما أسوي روتيت في عندي أوبشن اللي هو الديسجوين إذا كان الأوبجكت مربوط بشيء ثاني، وفي عندي أوبشن الكوبي. فلما اختار كوبي راح يسوي لي نسخه من الاوبجكت بهذه الطريقه. اوكي،
في عندي أنجل أقدر أحدد الأنجل اللي أبيها، وفي عندي سنتر أوف روتيشن موجود على بليس اللي هو أقدر إني أنا أحركه في المكان اللي أبيه. وإذا رجعت حق الديفولت راح يرجعه حق السنتر. بعدها عندي أوبشن للترم اللي هو TR باختصار. الترم أو الإكستند هما عبارة عن كوماند واحد، فلما أختاره TR أحدد أول أوبجكت أو أول وول مثلا وثاني وول، ومو طبعا مو لازم يكون حق الوولز، ممكن يكون حق لاينز، ممكن يكون حق أي شيء ثاني، فراح يوصل لي اللاينز أربعة. حتى لو كان في عندي إكستنشن، مثلا كان هذه الوول في إكستنشن، هذه مثلا كان بهذه الطريقة، لما أكتب TR أختار أول واحد ثاني واحد راح يشيل أي جزء زايد وراح يزيد أي جزء ناقص، في الأخير راح يلتقون بزاوية. في عندي أوبشن ثاني اللي هو Trim Extend Single Element. في هاي الأوبشن أنا أقدر أختار لاين معين وبعدين أختار الأوبجكت اللي أبي يوصل حق هذه اللاين بدون ما إني أشيل أي جزء من اللاين اللي عندي. فبهاي الطريقة أنا بس طولت هذه اللاين بدون ما أقص أي جزء من الول الثاني، الول الثانية ثابتة. مرة ثانية بختار Trim Extend Single Element، أختار الول أو اللاين وأختار الول بعدها، ونفس الشيء ممكن أختار مثلا هذه اللاين وأحدد هذه الول وراح يوصل، مو لازم إنهم يتقاطعون أو يكونون موصولين ببعض. عندي أوبشن ثالث اللي هو Trim Extend Multiple Elements. في هذه الأوبشن لما أختاره راح أحدد اللاين وبعدها راح أحدد أكثر من أوبجكت مرة واحدة، فراح يوصل عندي بهاي الطريقة. الفرق إن أنا لما كان عندي هذه الأوبشن اللي هو Trim Extend Single Element، لما أختار الفيز اللي هو مثلا هذه الجهة وبعدها أحدد الإلمنت، خلاص انقطع عندي، لازم أرجع أختار الفيز مرة ثانية عشان أقدر أطول أي إلمنت ثاني. لكن لما أختار Trim Extend Multiple Elements راح أختار الفيس مرة واحدة وبعدها أبدي أسوي كليك على اللاينز، ما راح أقدر أرجع أختار الفيس إلا إذا سكيت الكمان رديت فتحت مرة ثانية. عندي أوبشن الألاين. أوبشن الألاين اللي هو هذه اختصاره AL، فلما أختار AL الألاين أحدد المكان اللي أنا أبي أسوي له ألاينمنت، وبعدها أختار اللاين الثاني اللي أبي يوصل حق هذه النقطة، فراح يصير لها align بهاي الطريقة. مرة ثانية إذا كان عندي أي مشكلة في اللاينز وأبي أخليهم يبدون مع بعض أو objects أبيهم يخلون أبيهم يبتدون مع بعض، راح أروح حق ال modify panel وأختار align أو أكتب AL. بعدها راح أختار اللاين اللي أبي ال object يوصل له reference، وبعدين راح أسوي كليك على اللاين اللي أبي يصير aligned مع هذا اللاين، فراح يصير بهاي الطريقة. اختار اللاين مرة ثانية، اختار اللاين واحدد بعد الالاين. في عندي اوبشن الاوفست. الاوفست هو عبارة عن اني احرك الاوبجكت بمسافة معينة، فلما اختار اوفست او اكتب او اف عندي الاوبشن ان احدد المسافة اللي ابيها، مثلا راح اكتب 500. وعندي اوبشن الكوبي. الكوبي اذا كان مفتوح راح يصير عندي نسخة ثانية من اللاين، لكن إذا سكرت الكوبي الوول أو اللاين راح يتحرك بالمسافة اللي حددتها والنسخة الأصلية راح تختفي، لأنه راح يسوي لي موف حق الأوبجكت. أما إذا فتحت الكوبي راح يعطيني نسخة ثانية من الأوبجكت. عندي الأوبشن اللي بعده اللي هو ميرور. الميرور بيك أكسس أو الاختصار MM، وعندي نوع ثاني ميرور اللي هو ميرور درو أكسس DM. فعشان يبين الفرق راح ارسم هني وول، او خلنا ناخذ هذه الوول مثلا بهذه الطريقة، او حتى ممكن ناخذ هذه الوول بهاي الطريقة، وخلني امسح هذا التحت. اذا خذيت هذه الوول وابي اسوي له ميرور على فوق، المسافة حق الميرور بين النسخة الاصلية والنسخة الجديدة هي بالضبط في سنتر او على هذه اللاين. في هالحالة انا اللاين مرسوم عندي، فأقدر أختار Mirror Pick Axis، أختار ال Wall وأحدد ال Line اللي مرسوم عندي في النص، سواء كان Wall أو Line أو أي شيء ثاني.
فلما أختاره انتر أختار اللاين، فراح يصير لي كوبي على الجهة ذا وميرر على الجهة الثانية. لكن إذا مثلا أنا أبي أسوي ميرر حق هذه الوول على هالجهة وأنا ما عندي أي لاين مرسوم في النص، في هالحالة راح أختار ميرر draw access أو DM. راح أحدد الأوبجكت اللي أبي أسوي له ميرر، انتر، وطبعا في التو أوبشنز أقدر أحدد إذا أنا أبي كوبي أو لا، وبعدها أنا اللي راح أرسم اللاين. فممكن مثلا أترك مسافة 3000 وأرسم أسوي كليك بهذه الزاوية، فصارت عندي نسخة ثانية على الجهة. في عندي option split element، وفي عندي split with gap. السبلت element أو SL أقدر أقسم فيه الأوبجكت على المكان اللي أبيه. مثلا هني بعد 4 متر بسوي كليك، هني بعد 4 متر مثلا تسمي بسوي كليك. فشنو صار عندي في الحالة؟ تقسمت عندي الوول إلى 3 أقسام. الأوبشن الثاني اللي هو split with gap أقدر أقسم فيه، لما أقسم راح يعطيني gap automatically بين التو objects، فهذه المسافة موجودة. أقدر أسوي كليك على allow join إذا أبي join، أو أقدر إني أنا أحركها بهاي الطريقة. إذا أبي أشيل القفل ممكن إني أشيل القفل وأبدي أحرك، أشيل اللوك وأحرك كل object بمسافة ثانية أو مسافة أكثر عن الوول. في عندي option الأري، خلينا نحرك هذه الوول على جنب، أو خلينا نسوي مثلا object ثاني عشان نشوفها بطريقة مختلفة. طبعا again ال modifying panel تطبق على كل ال object اللي موجودة أو كل ال commands اللي موجودة، مو بس على الوول. خلينا نفترض مثلا إني عندي فأنا حاليا راح أختار أي شيء من موجود هنا، يعني مثلا parking space، وراح أخليه بهاي الطريقة. في عندي option عشان أنسخ أي object اللي هو ال array. ال array راح يسوي لي copies بعدد معين من مسافة معينة. فلما أختار ال array في عندي خيار إنه يكون linear، وهي الشيء راح يعطيني أعمدة وصفوف. وفي عندي option radial، واللي هو راح يسوي لي النسخ على شكل بشكل دائري على حسب الدرجة اللي أحددها. ممكن أني أسوي جروب حق الأوبجكتس أو لا، راح نشوف الجروبس بعد شوي، وأحدد العدد اللي أبي. وممكن أختار move to second أو to last. شنو معناته؟ مثلا خلي أحدد أن أنا أبي 5 نسخ. لما أني أحرك الأوبجكت من هالمنطقة إلى مثلا هذه المنطقة، فأنا حركت من أول أوبجكت إلى ثاني أوبجكت، وراح ياخذ نفس المسافة ويكررها لما يكون عندي 5 objects. لكن الخيار الثاني، خلينا نسوي لها copy واخذي فوق undo. الخيار الثاني انه لما اختار array نفس الخيار linear نفس العدد 5، لكن هالمرة راح اختار move to last. معناته الاوبجكت لما اي احركه من هني مثلا الى هني اختار مكان اخر نسخة، فهو راح يكرر لي الأوبجكتس في النص ويقسم المسافة بينهم بالتساوي. فإحنا نقرر نبي move to second أو move to last. بالنسبة للجروب والأسوسيشن اللي تكلمنا عنه من شوي، راح نلاحظ أن الأري كلها عبارة عن جروب مع بعض. إذا أبي أغير أي شيء أو أبي أستخدم الأوبجكت نفسه، يعني لو اخترت أنا هاي الأوبجكت راح يطلع لي model group، ما راح يعطيني the properties حق الأوبجكت نفسه اللي هو parking. فلازم اختار كل الاوبجكت اسوي لهم ungroup. صار عندي هذه الاوبجكت بهذه الطريقه، طلعت لي البروبرتيز حق الباركينج سبيس. الاوبشن الثاني حق الاري اللي هو الراديال اري. لما اروح حق الاري، طبعا قلنا من شوي نقدر نسكر الجروب والاسوسيشن، راح اختار راديال. راديال معناته راح يسوي لي الكوبي بشكل دائري. اختار النمبر اللي ابي، مثلا خلينا نقول 5 بعد. move to second أو move to last، راح أختار move to second. أو ممكن أني أحدد الأنجل. فبالنسبة حق الأنجل ممكن أني أحدد مثلا 45 أو 30 على حسب اللي أبي، أو أروح حق last وأكتب 360. بعدين راح أحدد center rotation، هل بسوي center من هني أو من هني مثلا. فلنفرض مثلا هذه المنطقة
فراح اختار ان الانجل عندي تكون 360. ارجع اعيد، فراح اختار الاوبجكت، راح اروح حق روتيت، اختار سوري الري، اختار راديال، احدد العدد اللي ابيه، اختار موف تو سكند او تو لاست، وبعدها احدد السنتر اوف روتيشن، فمثلا ابي يكون هني، وبعدين ابدي الروتيشن. فراح اسوي روتيشن مثلا 180 درجه، فراح اشوف ان الروتيشن صار عندي بهاي الطريقه. اوكي، وطبعا ما صار لهم جروب، وما اقدر ارجع حق الاوبشنز الاري اغيرها لاني شلت الجروب اند اسوسيشن. ننتقل حق السكيل. بالنسبه للسكيل اللي هو هذه الاوبشن، وما راح يشتغل حق كل الاليمنتس على حسب اذا الاليمنت يقبل سكيلينج او لا. فلنفرض اني راح اخذ هذه الاوبجكت، اختار سكيل او ار اي، بعدها احدد النقطه اللي ابيها، لي وين ابي هذه النقطه، ولي وين ابيها تصير سكيل، فراح يسوي لي سكيل للمسافه اللي ابيها. بعدها في عندي البن والأنبن. إذا سويت بن حق أي أوبجكت راح يصير بند بهاي الطريقة، ما راح أقدر إني أحركه، ما راح أقدر إني أغير فيه إلا إذا سويت أنبن، فإني أسوي كليك هني أو كليك هني على أنبن أو يو بي عشان أشوفه. هذه الأوبشن مو بس موجود طبعا نفس ما قلنا، مو بس حق الوولز الدورز الويندوز، حتى مثلا فلنفرض إني راح أروح حق الوول وراح أغير النوع إلى exterior glazing أو store front. ففي أكثر من نوع من الأوبجكتس، مو بس ال curtain wall، في أكثر من نوع من الأوبجكتس راح يكون فيهم أوبجكتس pinned، ما راح أقدر أغيرها. فإذا جيت اخترت هذه البانل راح ألاحظ إنه هو pin، فلما أشيل البن أقدر إني أغير مثلا النوع أو أغير أي شيء فيه. فهذا الشيء ينطبق حتى مثلا على البانل، أقدر أختار البانل، راح ألاحظ إني ما أقدر أغير شيء إلا إذا شلت البن، وبعدها أقدر إني أغير على حسب اللي أبي. شغلة ثانية نقدر إن إحنا نستفيد منها من الموديفاي بانل اللي هي الـ create similar. فإذا اخترت مثلا هذه اللون وحددت إني بشتغل على أو بستخدم هذا النوع من اللون، خلي أغير التايب حق شيلد عشان يبين أوضح. تمام، فأنا اخترت هذه اللون، بدل ما إني أروح حق وول وأرجع أختار النوع اللي أبيه من هني وأدور النوع اللي أبيه، أقدر شنو أسوي؟ أقدر أختار أروح حق الوول أو أروح حق الموديفاينج بانل، وبعدها أروح حق كرييت سيميلر أو سي إس. سي إس راح يفتح لي كوماند الوول بنفس التايب عشان أنا أقدر دايركتلي أستخدمه، راح يصير عندي بهذا. وهذا الشيء مو بس حق الولز، يعني حتى لو كان عندي دور وحطيت دور بإعدادات معينة وأبي أرجع أسوي له كوبي في مكان ثاني، أو أبي أحط نفس الباب نفس النوع، أكتب CS I create similar، راح يفتح لي دور كوماند بنفس التايب وأقدر أحطه في المكان اللي. في عندي شغلة اسمها selection filter. فلنفرض إني أنا أبي أختار كل الدورز اللي موجودة، فأقدر أحدد بدل ما إني أختار واحد واحد أحدد كل الأوبجكتس. طبعا بنلاحظ إن اخترت دورز واخترت وولز، وفي احتمال أكون مثلا اخترت ليفلز أو أي شيء بهاي الطريقة. أوكي، ففي احتمال إني اخترت أشياء ثانية بعد. شلون أشيل السلكشن عن كل هذه الأشياء وأخلي بس حق الدور؟ في عندي هني السلكشن فلتر، سوي كليك عليه يفتح لي هذه الويندو، راح أسوي تشيك نان، أشيل السلكشن عن الكل وأختار بس الدورز، ولما اسوي كليك على apply راح اشوف ان السلكشن انشال عن كل الايتمز وصار موجود بس على الدورز، فاقدر اني اتحكم فيهم مثلا بغير سلكت. فاخترت كل الدورز بسهوله عن طريق السلكشن فلتر، بدل ما اختار واحد كنترول ثاني كنترول ثالث، يمكن يصير سلكت حق اشي ثاني بالغلط وارجع اشيلها. في شغلة بعد عندي اللي هي الـ Paint Material Modify Panel. في عندنا Paint أو PT. الـ Paint Material أستخدمه إذا أنا ما أبي أغير شيء في الـ Structure، فمثلا عندي في الـ Wall هني هذه الـ Wall، راح أروح حق Edit Type وراح أشوف إنه في الـ Edit
عندي كل التايبس او كل التقسيمات موجوده، فانا ما ابي اغير شيء في الاستراكشر، ابي في البلان يبين بهاي الطريقه. لكن في ال 3 دي ابي اغير او ابي اضيف هني ماتيريال معين، فاقدر اروح حق موديفاي بعدين بينت او بي تي، وراح يفتح لي كل الماتيريالز الموجوده عندي في الملف. فلنفترض اني راح اختار كوبر مثلا، واقدر اسوي له بينت على الجهه اللي ابيها، تاب اختار هذا الجهه، صار عندي بينت بهاي الطريقه. نفس الشيء اختار مثلا خلينا نفرض اوك فلورينج او وات ايفر ماتيريال، واسوي كليك وراح اشوف ان الماتيريال صار موجود عندي على هاي السيرفس. لكن اذا اخترت الوول نفسها ورحت حق edit type الستركتشر، ما في اي الوود، ما في اي شيء، الستركتشر نفسه ما يتغير، في باقي الدراونجز كله راح يكون نفس ما هو، ما راح يتغير. في عندي شغلة بعد اللي هي ال match properties. بالنسبة لل match properties أقدر إني أستخدمها عشان أنسخ ال properties من object إلى object ثاني بسهولة بدون ما إني أحتاج أغير شيء. فهذه هي ال match properties أو match type properties. فخلنا نفترض مثلاً عندي door، لكن هاي الدور بنوع ثاني، فعشان اسوي له ماتش، طبعا ممكن يكون حتى تايب ثاني يعني، وبس هذا التايب مو نفس الفاميليز، فاختار الاوبجكت اللي ابيه، اروح حق ماتش تايب او ام اي، اختار الاوبجكت الاساسي، وبعدين احدد الاوبجكت اللي ابي ياخذ نفس السيتنجز. فراح الاحظ ان السيتنجز تغيرت او حجم الباب تغير. اوكي، خلينا نحط مثلا ويندو، عندي هذه الويندو، وراح أخلي هذه الويندو. فإذا بغير السيتنج هذا الشيء الباقي، أبغى أغير سيتنج هاي الويندو تصير نفس هذه، راح أكتب ام اي، أختار الويندو الأساسية وأحدد الويندو الثانية، فراح يغير لي السيتنجز بس بدون ما أو التايب بس بدون ما يغير لي أشياء هني في السيل هايت أو الليفل. فالحين أنا أقدر أغير السيل هايت للسيل هايت اللي أبغى.